عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهالفيديو راح نشوف شلون مثلا جيتس طبقة الطيران الحربية هي هاي كيف استخدامها. مثلا قال لي واحد سألني عليها مشان استخدامها، راح نوري عليها تبعية الفيرتكس وبالريزيستنس المقاومة اسمها وكي الطائرات الحربية. راح نشوفهم مع بعض كلياتنا. هلا اول شي نروح على بي 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 باتل مشان نشوف شلون بستعملها. ما راح استعمل الا هي، راح اطلع هلا فورا على السريع واستعملها يعني فورا. يمكن هلا اكرر الفيديو شوي يعني كمان لحتى تصير فورا تروحوا لعندها يعني توصلوا عليها. هي بس انه هلا رح نحكي عليها شوي. هي طائرة حربية بدها تستعمل اجباري الاير فيلد اللي هو هون الاير فيلد، يعني طبعا هاد رح تستعمل عليها انه لازم تهبط عليها. اللي رح استعمل انا بس هي عبارة رح استعمل ديفنسيف بيلدينجز واشياء، بس ما رح استعمل لا زيوس ولا شيء. المهم بس استعملها. خلينا هلا نروح نرجع نكبس مرة ثانية مشان نشوف اذا كان معلق. هذا نشوف الكلان، الكلان تبع اسمه هذا فات سكوات. بينا نشوف الطين هلا. فات سكوات هو يوتيوبر، هذا طبعا يوتيوبر بيعطي توكنز وبيعطي ذهب وبيعطي كريدتس باوقات كثيرة. في عنده اشياء كثيرة بيعملها كونتست وهيك واغراض، انه بيقول لك انه عمال هيك بتفوز تحديات واشياء. فبفضل انه اذا انضميتوا لهون بتلاقوا طبعا ما في الا محل واحد ومخصص لحدا تاني. هلا يمكن اظن لك لازم اكون مقفل الهاي اقفلها، لان هذا المحل مخصص لشخص عندي بالكلان. طبعا دول اللي بالكلان. في عندك وحدات عندهم فيسبوك، طبعا هذا كمان بيعمل تحديات بالفيسبوك تبعته بيربح توكنز كمان. هذا يوتيوبر هلا صار جديد، يعني ما بنعرف اذا بفوت لسه، بعدين راح يسوي يمكن نفس الحالة هذا، بس بتحاطين له اياها بالريزيستنس اكاونت تبعه يوتيوبر. طبعا هذا الكلان كله في وحدة لسه عن 4 ايام، اذا هذا اللي راح ينطرد على ما اظن بعد يوم بكره، يعني عنده اخر وقت لاي حد يطالع بهالاسبوع ولا لا. استنى شوي افحص لك البرايفت عندي اذا قال لي هو. لا ما هو، غير واحد قال انه هو ده. ماله سبب ليش عم بيغيب؟ احكي معه، طبعا بحكي مع الواحد من المقصود. طبعا اللي بقى سبق هلا بديت اللعبه. هات 6 ثواني نعلي الاضاءه. لمنير اس 14 بي، منير اسمه اظن عربي، هذا يعني من اسم عربي. وايل ويند مشكله فيها مي، فاجبار لازم احمي المي كمان هلا، وانا ما راح استعمل بوستات عبارة بهي اللعبة. هون راح احطها، هي هون المي، ما بعرف انا حطيتها هون كلها. بنشوف شوي اظن ما راح يوصل. لا ما بيوصل، في امكانية كبيرة ما يوصل. ما زبطت يا زلمة، حطيت شغل الغلط. ترتيب القاعدة شو شلون صارت مسخرة يا زلمة صارت. هلا المهم انه بس نطالع الفيرتكس نحن. يا زلمة شقد بطيء، بطيء من دون بوستات كتير بطيء بيطلع. بس انا ما بحب استخدم بوستات بالبي في بي، لاني بعدين هي تحس انه ما رح يعطيك مصاري كتير فيها وبدك تروحها وما في لا ميدل ولا شيء. يعني بالاكترية تستعمل فيها الواحد بوستات الزرق، يعني تستعمل بوستات شيء تاني. طبعا نفس ما قلت لكم انا عملت فيديو الاخر فيديو هلا من قبل كم يوم حطيته كان عن البوستات. طبعا اذا بدك تشوفه بيحكي عن شو بيعملوا البوستات جوة اللعبة. طبعا هو كان يستعمل بوستات او شيء لحتى صار جنوده كلياتها موصولة على نص اللعبة، شايف شلون. وهذا حسن ينجو هلا لحد الوقت. خلينا نشوف اذا في جوا وحدة. نحن بدنا نطالع هاي منا. هات سبلاي سنتر زيادة، باقي لنا نطالع تنتين. طبعا انا هدول ستاك عندي، مانن كتير مانن رقايين، فراح يكون عندي مشكلة اذا واجهت التابوتو اذا كان التابوتو ماكس.
هلا يمكن اخسر اذا عم بيعمل بوستات، لاني انا ماني متعود، ما بحب احارب واحد يكون عم بيستعمل بوستات وانت ما بتستعمل. يعني انا عندي بوستات عباره، انا عندي كتير يعني، يعتبر بس انا استعملش قد ما بدي، بس انا ما بدي، انا هيك نظامي، ما بعرف ما بحب. هذا عم بيعتمدنا بالرفل من كذا، هات نعمل له سكاوتينج. هاي نفس ما بعد لكم، لازم دايما تخلوا سكاوت دمر، معناتها ما بده جنود. هاد نفس ما شايفين باني هاي هون، معناتها يطالع المي، عم بيطالع اي نفس الحالة. طلعت وحدة، اوكي الاخير. هلا لما نطلع على الاتش كيو 3 عشان نطالع الفيرتكس. طبعا هلا عنده تبوت الكيمن طبعا اسرع، واذا حاططهم تحت بوست بيصيروا اسرع كمان. هي البوست ليكا نيفل اتاك، بس استعملت الذره بتزيد بس السرعه نفس الحاله. رجع هرب لما شاف الفورتريس. هات نشوف عم بيعمل كونستكشن يارد هون، كأنه بده يروح يهجم فيها شوي. كمان زي حلوة إذا أخذتها، لأنه هو بيكون بنص الطريق. شيب يارد تنتين حاطط، مش عم بيعمل، عم يبني واحد تاني، عم بيعمل لي راش. هات مبين، شايفين شلون استكشاف مفيد؟ يعني بهالثواني نقطة طالع لي شفت الدنيا كلها متغيرة. يعني لسه ليفل واحد ولسه عم بيطالع، مبين كأني في رش من الكيمن. فوقتها هيدك تعمل هيك انت، ما معي كهرباء كتير. يلا خلينا نطالع من لحق. شايف نفس طبيعته هلا مبين عليها اقوى. ما بقى لحي ابني هذا انا التربيدو، يمكن لحي بس ابني واحد هون، نبني واحد هون. بدنا نحط واحد من هون كمان يدافع على هالجهه. اذا شايفين نفس طبيعته ستك تعير، ما مرقايه طبيعته نفس الحاله، بس طبيعته مرقايه شوي زياده. شايف انقتلت بس ندمع على الخطيب تبعيتي. لو هي القتلت مو هديك، لان هي مرقت هلا وحده رح تستكشف. لا بدنا كونستكشن يارد. هلا بتشوفوا شلون نستكشفه اذا صار فرق، لاني لاني صار عنده مصنعين، فاكيد يمكن ارماديلوز هذا رايح لي. واذا راح بالارماديلوز بيقتلني وقتها. بدنا كهرباء طبعا، الناس ما شايفين عم بيها هاتشم. خلينا نقتلها بهاي، في عنده سنايبر تاور فما راح تفيد، فراح احاول اوصل من هون واحاول اوصل من هون هيك، اطلع على اليابسة لان هذا بيضرب لي اليابسة. لسه على ليفل 2، هذا ليفل 1، قتل لي اياها بالما توصل. لعما في واحد طالع هون خاصة اتليت، ما انا احسن استكشف بشكل منيح، بس هلا رح احاول اطالع الفيرتكس. اتش كيو 2 لسا ما سوى كتير، يعني عبارة عن سوى هدول الاثنين. هلا بوريكم مثلا تلعب هلا ضده ضد هدول. نفس ما شايفين بالاستكشاف مبين عم بيبني سبلاي سنتر. هذا ليفل 1 ما مبين كتير لاني هذا قتله، بس بين علي انه عم بيبني سبلاي سنتر زياده. بس لسه نفس ما بين معي بهذيك الوحده بين انه لساته ليفل 2 هذا. يعني شغله مفيده انه ما كتير لسه في له قوه، يعني ما ضروري لسه ابني هدول. نبني كهرباء ونبني كونستكشن يارد هون. بس ما تشوفوا لسه ما دمرهم، فيمكن في امكانيه يطلع لنا بالاليجيتورز.
بس انك يا بتقتل لي، خليها تقتل بالرياحة تبعيتها. بس ما شايفين البني هون هيك على المدخل، فورا لما بيجي من هون ياخذ واحد يقتله. طبعا لسه عم تقتل لي فيه، خليها تقتل. هو هيك وهيك قاعد اوديها. هلا اسمع، شوف انه حطوا الاصلس هلا شوي، نحط واحد من هون. قتل لي اياها، مبروك خلص. وقفي هون، رجعت عندها عشان تهرب. طلعت الفيرتكس طبعا هلا. طبعا الدفاع لما بدك تحطه بدك تفكر وين بدك تحطه. طبعا هون في عندك مدخل هيك على هالشكل، هون هيك، وواحد تاني هيك. بيكون هلا هيك غطالك كل المساحة من الاستكشاف تبعه. طبعا بالسنايبر تاور افضل. هتلاقى هون اثنين اللي راح يقتلوا لي الثاني، كمان ما راح استفيد شيء. طبعا قتل لي هلا هذا التوربيدو بلاتفورم، كانت تتحرك لفوق. هاي هلا وديها لفوق، نحاول نستكشف فيها، لازم نستكشف. هذا حطه هون، هاد حطه هون، بيبين علي كل شيء. طالع لي واحد حط لي اياه هون، بيستكشف الدنيا المنطقه وخالصي. باقي لي هالتنتين، عم يرجع لورا هو. خلاص عم يقتل لي اياه، نقتل له هذا لكن حاول ما بيقدر. خلاص طبعا مات. هذا 2-1 لاني. نرجع نبعت واحد لهون اذا في حسين. هي التالتة طلعت، بدنا نروح نستكشفه طبعا. بس توصل هي بدها تعبر، بدها ساعات تعبر عبارة. بنا واحد هون وواحد هون، هذا بدنا نستكشف هلا بعد شوي. بس ثواني، هلا بعد 20 ثانية بدنا نهاجم، بدنا نهاجم عليه يعني طبعا بالفيرتكس. هلا حالة استعمال الفيرتكس نفس حالة استعمال الهوك على فكرة، بس انه الهوك عندك سرعتها ابطأ وعندها الدم اكتر يعني من الفيرتكس. بس ما هو يعني كتير مفيدة هالشغلة، بس لان الدفاع الجوي تبع الكونفدريشن الاتحاد اقوى من تبع الثاني تبع المقاومة. فهلا بتشوفوا نفس ما اتحكم فيها. اول شيء مثلا بدك تهاجم هون، انت بدك تهاجم هذا، تفكر بدك تفكر تتغاطى انت عن كل الدفاعات الجوية، مثلا بدك تتغاطى عن ما يضرب. فاخذها هيك هيك. طبعا وقتها استكشفنا كل شيء. طبعا نمشي فيها هيك. هلا نكبوس كبسة، طبعا خلينا نأذيها هلا لمدة ما يخلص. هاجمتنا هذيك، فضي الشحن تبعون. يلا نرجع، نسينا نرقي هاد هلا. البناء زبالة يعني، سوالي هلا ايش اسمه الفاكتوريز هدول تتعلم، والاير فيلدز يعني تبع الطيران لازم يكونوا من ورا. يعني المفروض اكون بنيون هون بهالمحل، بس انا خطأت من اول اللعبة فخلص كبنت معي، لازم احطهم من برا. والحط من برا شغلة سيئة مو منيحة يعني. ناس ما عم تشوفوا الاستكشاف بالهجوم، هاد ليفل 2 ليفل 1، هاد ليفل 2 هاد ليفل 2. ناس ما شايفين ارماديلوز، وعندك هدول لسه على ليفل 1. فهلا شو بتعمل فورا؟ بتكبس لي على هاد، بحط لك واحد هون وواحد هون هيك من ورا، بنحط واحد من هون هيك، واحد ثالث هون. خلص هيك صار دفاع شوي على ضد هدول.
طبعا رح انزل فيديو على الهاكس كيف تعمل نفس الحالة هي عبارة، بس رح انزل عليها عشان اذا بتكون يعني عشان الهاكس تتعلموا كيف هي نفس النمط رح تعملوا، يعني ما رح تحاولوا تنضموا لتدمجوا. يعني اهم شيء لما بدك تهاجم فيها حاول تبتعد عن الانتي ايرز تبعته، عن ضد الدفاعات الجوية بالفيرتكس او بالهاوكس، حاول تبتعد بقدر الامكان يعني تضرب من برا. يعني شوف هلا مثلا هينا نرجع ناخذهم، هلا استنى ثواني ناخذ نرقي هاد، نبني لك اير فيلد ثاني يعني نطالع طيران ثاني، نرجع نمشي فيه، خلينا نخلص من الشيب يارز عشان ما يطالع لنا اليجيتورز. طبعا نمشيها بالزي ونهاجم هاد ونبتعد هيك فيها. ما هاجم، ما عمله خطأ. ليش ما بتهاجم؟ والله ليش ما بتهاجم؟ يعني شوف عم بكبس عليها ما بتستجيب. خلينا نرجع فيهم، لكن نرجع نطيره مرة ثانية. مدري ايش صار فيهم، ما بقى يستجيبوا، يعني صار ما بقى في استجابة. ناس ما تشوف كبست مرتين لا يقوس على هاد، ما قوس. طب لما كبست هديك ما اجى لزق لي فيها لزق لقوس عليها. يعني في غلطة، في شغلة صارت مشكلة. طبعا نفس الحالة استكشفنا لسه ليفل 3 ليفل 2 عندك فيه تبع الجنود براكس 2 عم بيطلع تبع موارد زيادة، لساتهم ليفل 1. هنا نرجع نطيرهم بركي يكون زبطوا. هلا راحت وحده لقدام، طبعا طايره هيك طايره هيك. خلص اطلع، ما عم يستجيب ومبين من هلا. مدري وين راحت، شايف شلون هبطت ما استجابت، صار في غلطه بالاستجابات، ما بيستجيب ومدري ايش صار لهم. يعني عم بيصار عم ما بقى في استجابة على الطاول، يعني صار كأني تهكير اللعبة، ما بقى يستجيب الطيران أبدا. يعني أنا كل شي بعمله ما رح يعمل شي طبعا. خلاص خلينا ننهي لكان شوف شلون طاروا تنتين وتركوا تنتين. لا ارجعوا ارحملي، رح تموتوا كلياتكم هلا هيك متفرقين كل وحدة بمحل. ما عم بعرف ايش عم بيصير. بس خلينا كان اوقف الفيديو ندور على غير لعبة، ما بعرف والله العظيم ايش اعمل، ما بعرف ايش صار لهم، ما بعرف. شوف شلون يعني هلا هينا نطالع هدول نشرب فيهم، شوف شلون تنتين طاروا وتنتين تأخروا، يعني ما طايرين مع بعض. حاول نظبطها هلا بركي. ما استجابوا هدول، يعني خلاص طلعوا. طيب شلون طلعوا من النمط؟ ماتت. هات نشوف هدول بركي بيطيروا هلا بيقوسوا شوي، نروح هيك شايف شلون ضربوا ما انقتلوا. لا الأربعة طلعوا عن بعض، يعني نفس ما شايف صارت أنا بتحكم بوحدة هلا عبارة. طلعت شايف شلون طلعت عن النمط.
خلاص اطلعوا 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 تشاو تشاو. خلاص خليهم يرجعوا لاني تقنيا ما بقى في استحكام فيهم. هدول الجروب الثلاثة، هدول الجروب الاثنين. هات الجروب الثلاثة هلا نرقي اتش كيو 5 بركي نطلع نعمل له سبيس سيستم. نعطي أضرار طبعا تامة. طلعوا عن بعض على فكرة. خلينا نرجعهم وناخد الجروب ليفل رقم 2. بركي يستجيبوا لمدة وقت قبل ما يروحوا يموتوا ويصير شيء معهم. هلا هاي الجروب الواحد ندمر له الطيران تبعه طبعا. خطأنا. حلوة هاي منه، حلوة. حلوة منه، حلوة. ما عم بحاول ادمر له اياه، مش لما عملوا هون داروا هيك يعني دخلوا بنص الدفاع تشوي وانا كبست لهم. يلا ما مشكلة. هات ندمر لهم دفاع تشوي. هاد مشكلة في اربعة هون غبي. هات شوي ما بيعرف يعمل شي. هات شوي ندمر له كل قاعدته من ورا. هات نستكشفه من ورا. اوكي طلعوا لبرا هدول، ما بقى يستفاد منهم. يا لايف تنهي على فكرة. اوف كهربا تنتين بكفو. هاي صار مرة تانية اربعة صاروا ورا هذوليك البوركيوباينز. اذا بدنا نستكشف هلا نعرف شلون نهاجم له. هات استنى شوي روحوا لهون. قتلنا له اياها طبعا لاني هاي السبب. استكشف هذا هو النووي. خلينا كان رقم واحد. كنت تذكروا اي مجموعة هاي يعني ما تروح تكبسوا مجموعة ثلاثة وتكبسوا عليها وتكون المجموعة واحد هي الطائرة. طاروا كتير كتير لجوا. لا ما انا شغل استنى شوي نروح له الدبابة اللي هون عشان ما يضل يستكشف لنا الشيف تبعنا. يعني نقتله هذا قبل ما يتخبى على السريع.
هات المجموعة رقم 3، هلا نحاول نقتله هالاثنين. نحن الدفاعات الجوية بقى شوف شلون نقتله نقتله نقتله. هلا نقتل هاد اول شي ونرجع هيك. غلط 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 غلط. شو بتسوي هاي؟ شو سويت؟ راحت قوست. انا ماني كابس. لا استغفر الله العظيم، شو عم بيصير له؟ نحضر هاي مجموعة رقم 2. ندوخه خليه عم يرجع بالبوركيباين وهيك. في طريقة تانية بوريكم كيف تعملوها، مثلا اغراض تانية. شفتوا شلون من قتل ولا واحدة تانية؟ ارجعوا ارجعوا ارجعوا. خلاص انا قتلت. استكشفنا انه عم بيهاجم القاعدة تبعيتنا. وصلنا 24 دقيقة عم نستعمل هذا الفيرتكس باس. نسمع تشوفه عم بيهاجم من هون. يعني خلينا افضل شي نحط لك زيادة. نعم ما بقى في كهرباء، ما بقى في كهرباء، انقذونا. عم نبني لسه مرة ثانية. اسفين لالتقى هالقطعة. لا بقى 14 ثانية 13 لننقذ فداك. نقصفه على الجيش ولا نقصفه هو؟ نقصفه على القاعدة. خلي حلاوته ينقذف على القاعدة. هلا إذا خلص لأنه بيخسر نقصفه هون هيك بهالنص المنطقة. نروح له الدنيا كلها من هون. هاي المجموعة رقم 1. بخمس ثواني هلا صار شايفه هو انه راح تنشي. نزلت دمرت له القاعده كلياتها. هلا عم بيهاجم. صار غلط بالهجوم طبعا، يعني انه الهجوم قوي مانه ضعيف، بس خلينا شوي بهال كلياتهم ينزلوا يقتلوا اول شي لحالهم. خلاص خلينا نقتل كل جيشنا. يلا طلعوا طيروا. طبعا رح ينقتلوا في كتير لاني دفاع جوي، بس نحن عم نساعد طبعا عشان ما يعبروا. خالص نقتل كلياته. هلا كلياته رح نجم مع بعض طبعا. عم بيهاجم بكل شيء يعني خلص خلصان، عرفان حاله خسران. يعني رح اروح احضر كمان سبيس رايت ثانية. صرنا 10 هلا هون. صاروا 10 فيرتكس. عم نتسلى معه ولا عبارة؟ نحن نروح نستكشف له اغراضه كلياتها ايش عم بيسوي. نهجم عليه بعشرة طبعا. خلاص استسلم ليكو. شكرا للمشاهد، ان شاء الله استفدتوا من الفيرتكس كيف استعمالها لهي. بس ضليت انا فيها هلا، بس بالاخير روحت نقطة. ناس ما بتشوفوا هلا استعمال 10 كتار، يعني هدول عم بيحاول يطالع يبني.
خلاص خلصت، لأن عبارة استسلم هو هلا باقي له بس هاد. هلا خلصنا كل شيء، شكرا للمتابعة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا نفس ما قلنا، وباي باي، بنشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي.